موجز لأهم الأنباء، أهلا بالجميع. بداية وردا على البيان المبتور للبرلمان الأوروبي الذي استهدف الجزائر، فإن مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح جوجيل أعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرر لمؤسسة للبرلمان الأوروبي، داعيا إلى التخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين ضد الدول التي لا تنصاع لسياساته. من جهته كما جدد المجلس في بيانه بأن الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد خطت خطوات جبارة وتجسد أنجازات متوالية تشمخ بالناصية، وأن القضاء فيها قضاء مستقل لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات، ويبقى منوطا بهذا الكيان التسليم بأن علاقات الجزائر مع الغير تبنى من منطلق الندية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل. من جهته أدان المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر، معتبرا إياه تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة. ويسجل المجلس باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر الاتحاد الأوروبي. وخلص البيان إلى أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عزمت وحازمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب. تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام، والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتأمين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها. وضمن ردود الفعل المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي، أعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته للائحة، معتبرا إياها تدخلا سافرا واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية. وأضاف البرلمان العربي أن ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي هو انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بهدف إرساء نمط جديد للحكامة المحلية قائم على الحوار والتشاور وحرصا على تجسيد اهتمامات المواطن في ولاية الجلفة. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال لقائه مع الفاعلين في المجتمع المدني، أكد الالتزام بالدفع بعجلة التنمية المحلية بهذه الولاية والوقوف على مواطن الاختلال وتداركها ضمن مبدأ تحقيق الإنصاف التنموي بين مختلف ولايات الوطن. هذا وتلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمدينة حاسب بحبح أمس شروحات وافية حول مشروع تزويد بلدية بويرة الأحداب بالمياه الصالحة للشرب، حيث من المنتظر أن يدخل هذا المشروع حيز الخدمة شهر جويليا القادم. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، نظم المخرج والكاتب الألماني ماريو فايفر معرضا للصور والخرائط بمدينة زيوريخ بسويسرا للتعريف بقضية الصحراء الغربية وكفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي، مصورا جزءا من معاناته في اللجوء والشتات، بينما يواصل المحتل نهب خيراته واستنزاف ثرواته. ويسلط الكاتب الألماني من خلال المعرض على أهم مراحل الكفاح التي مر بها
الشعب الصحراوي في طريق الاستقلال والحرية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 31 شهيدا بعد ارتقاء شهيد آخر فجر اليوم في وقت شتتت فيه طائرات الحرب الصهيونية لليوم الرابع من العدوان سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة. في السودان خفتت أصوات القنابل اليوم وتراجعت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم بعد اتفاق طرفي الصراع المتفاوضين منذ 6 أيام بالمملكة العربية السعودية ليلة أمس على فتح ممرات إنسانية أمام المدنيين وتسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد. الاتفاق شمل نقاط متعددة إلا أنه لم يوفق في وقف إطلاق النار أو إحلال هدنة مؤقتة. في الرياضة وفي كرة القدم تلعب اليوم 3 مباريات لحساب الدور الربع النهائي لكأس الجزائر أكابر، حيث يستقبل شباب الزاوية نجم مقرى بملعب الإخوة بركني بالبليدة، فيما تواجه جمعية شلف أولمبي أقبو بملعب بومزراك بشلف. هذا ويقترح الدور الربع النهائي قمة شيقة بين فريقي شبيبة الثورة ونادي بارادو بملعب 20 أوت ببشار. ختام موجزنا الإخباري، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.